السلام عليكم. طاقة الثالث الثانوي قسمي العلمي والأدبي. Hello and welcome to today's episode of English Language Lessons. طبعا لدينا كتاب ملخص للصف الثالث الثانوي المنهج الوزاري اليمني اسمه اللغة الإنجليزية بالصوت والصورة English Language in Audio and Video. طبعا هذا الكتاب متوفر في عدة مكتبات، سأرفق لكم في التعليقات أسماء المكتبات المتوفر فيها، وأيضا شرحنا جميع الدروس في هذه القناة اسمها Learn English with Me، فيها نماذج اختبارات للطلاب في صنعاء وفي عدن وفي المديريات التابعة لهما في كل المحافظات. اليوم نبدأ بمراجعة اختبار أو حل اختبار مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي القسم العلمي التابع لمحافظة عدن. الاختبار الوزاري هذا للعام 2021-2022، وهناك امتحانات أيضا في العام 2022-2023، ارجعوا إلى القناة ستجدونها. طبعا السؤال الأول the first question عادة يكون قطع كما تعودنا لطلاب القسم العلمي، قطع علمية عادة. Read the passage and answer any five of the following questions. انتبهوا، أحيانا هناك أسئلة اختيارية، يعني تلاحظوا أن هنا 6 أسئلة مطلوب إجابة على 5 فقط منها، الجزء الأول من القطعة، لكن السؤال الثاني هو سؤال إجباري. طيب نقرأ هذه القطعة أولا. Earth Day is a special day to learn about the environment and how to take care of it. يقول هنا إن يوم الأرض مناسبة اسمها يوم الأرض، مثل يوم المعلم، يوم الأب، عيد الأب، عيد الأم إلى آخره، هي يوم خاص ل معرفة أو تعلم أشياء عن البيئة وكيفية الاعتناء بها. How to take care of it. There are lots of things we can do to help saving the earth, air and water. هناك الكثير من الأشياء التي ممكن نقوم بها للمساعدة في الحفاظ على الأرض والهواء والماء water. طيب الآن we الضمير، هذا الضمير اللي تحته خط، وهذا أيضا سيسألون لكم عنهما في الأسئلة. السؤال سيكون إلى ماذا يعود هذا الضمير؟ سنجاوبه أيضا في حينه. We are producing too much waste and excessively using the world's natural resources like oil, coal and natural gas. يقول هنا أننا ننتج الكثير من يعني المخلفات waste، معناها مخلفات أو قمامة إلى آخره، ونستنزف المواد الطبيعية للعالم بشكل كبير أو مبالغ فيه excessively. ما هي الموارد مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي oil, coal and natural gas، الغاز الطبيعي. طيب يقول هنا these resources are non-renewable، هذه المصادر، مصادر الطاقة المقصود بها هذه غير قابلة للتجدد، خلاص إذا انتهت انتهت، ليست مثل طاقة الهواء والطاقة الشمسية تتجدد. When they are there، يعود على من هذا الضمير؟ They are used up. They cannot be replaced easily. عندما يتم استنفاذها أو استخدامها used up، لا يمكن استبدالها بسهولة. Moreover, we are polluting the renewable resources like air and water. إضافة إلى ذلك، نحن نقوم بتلويث polluting، تلويث المصادر المتجددة. ما هي المصادر المتجددة؟
الهواء والماء. Air and water. طيب ما هو الحل؟ The solution to this problem is very easy. هنا easy. الحل لهذه المشكلة سهل جدا. طيب ما هو الحل؟ We should practice the three RS. في حاجة اسمها 3 RS لازم نقوم بها. Reduce يعني نقلل. Reuse نعيد استخدام. Recycle نعيد تدوير. أي الثلاثة. Reuse reduce reduce يعني يقلل ينقص من الاستهلاك يعني. Reuse إعادة الاستخدام للأشياء، و recycle إعادة تدويرها. طيب people should reduce their use of non-renewable resources. يجب على الناس أن يقللوا من استعمال أو استخدام المصادر الغير متجددة. يقللوا من استخدامها. طيب reuse إعادة استخدام ماذا؟ reuse the things that can be used. إعادة استخدام الأشياء التي ممكن إعادة استخدامها. And recycle the waste. ونقوم بإعادة تدوير النفايات والمخلفات. Waste. And finally, we should rely on the renewable resources like sun, air, and water to produce energy. أخيرا، يجب الاعتماد على rely on. يعتمد على. يجب أن نعتمد على المصادر المتجددة مثل إيش؟ الشمس والهواء والماء sun, air and water لإنتاج الطاقة to produce energy. انتهينا من هذا النص، نص سهل قصير وللسهل فهمه. ننتقل إلى حل الأسئلة. طبعا انتبهوا، هناك نقطة مهمة عندما نقوم بالإجابة على أي سؤال، لازم إجابة نموذجية لتحصل على الدرجة الكاملة. يجب أن يكون الجواب مكتمل أو جملة مكتملة وليس فقط بضع كلمات. مثلا هنا يقول name two renewable resources، سمي 2 من المصادر المتجددة، مقصود مصادر متجددة للطاقة sun, air and water، هذه 3. أو ممكن تقول sun and air، كفاية sun and water, air and water، المطلوب 2 فقط، تكتب 2 لكن هنا للتوضيح فقط. فأين نجد هذا؟ هنا renewable resources like sun, air and water في آخر سطر من الجملة. انتبه. Question number 2. How is Earth Day a special day؟ كيف يكون يوم الأرض هو يوم خاص أو يوم مميز؟ هنا ذكر في البداية أنه is a special day. Why؟ طيب ذكر هنا أنه because it's a special day to learn about the environment and how to take care of it. يجب أن يكون الجواب مكتمل بهذا الشكل. Because it is a special day to learn about the environment and how to take care of it. بسبب أنه يوم خاص لتعلم كيفية الحفاظ على البيئة والاعتناء به. موجود بشكل واضح هنا، ليس في أي غموض. Question number 3. Can water and air be sources of energy؟ هل ممكن أن يكون الماء والهواء هل ممكن أن تكون مصادر للطاقة؟ Yes, they can. طبعا هنا تكلمنا أن الماء والهواء هي أحد مصادر الطاقة، لكن الإجابة هنا يجب تكون مختصرة، لا نكتب جملة كاملة. الجواب إذا كان جواب can, is, are, does, do, yes or no، بس لا تكتب جواب طويل، لأن السؤال can, yes they can, no they can، بس فقط. انتبه. Question number 4. Why is it dangerous to overuse the non-renewable resources؟ لماذا يعتبر شيء خطير أو من الخطورة كثرة استخدام المصادر الغير متجددة؟ قلنا غير متجددة مثل الفحم، مثل هنا ذكرها النفط والفحم والغاز الطبيعي، هذه غير متجددة. لو استخدمها overuse بشكل كبير، يعني ما هي خطورة ذلك؟
are when they are used up, they cannot be replaced easily. خطورتهم إنه لا يمكن استبدالها بسهولة. خلاص غير متجددة، غير متوفرة، انتهت انتهت. إذا الجواب because when they are used up can't be replaced easily. جواب كامل شامل جملة مكتملة. Number five. What is the suggested solution to solve the environment problems? ما هو الحل المقترح لحل مشكلة أو حل مشاكل البيئة؟ هنا قال أن الشيء المقترح بكل سهولة هنا we should practice the solution to this problem. إيش هو الحل؟ is very easy، سهل. طيب إيش هو؟ we should practice the 3 RS: reduce, reuse and recycle. إذن the suggestion، هكذا تكون الجملة، لازم تكتب جواب مكتمل، جملة مكتملة كما قلنا، لا تكتب جواب مختصر. suggested solution is طيب to practice the 3 RS: reduce, reuse and recycle. 1 2 3 جواب كامل شامل. سؤال أخير عادة هو اختياري مثل ما قلنا، لكن إذا لديك القدرة على الإجابة على جميع الأسئلة وأنت متأكد يمكنك الإجابة عليه، وبعد ذلك لجنة التصحيح ستختار 5 أسئلة فقط. What do the underlined words refer to؟ دائما عندما يأتي سؤال من هذا النوع الضمير الذي تحته خط يعود على من، مثل we هنا و they، نقرأ الفقرة الذي قبله. أحيانا جملة قبله لا تكفي، جملتين لا تكفي، وهكذا. طيب we كي نعرف ما يعود على من، we نقرأ ما قبله. There are lots of things we can do to help saving our earth, air and water we are producing. إذا هنا يتكلم على we اللي هو الناس، people، الناس اللي يعيشوا على الأرض. طبعا مش موجودة هنا بشكل واضح، لكن نفهمها من السياق، نفهمها من السياق. There are lots of things we can do to help saving our earth. أرضنا، أرضنا يعني إحنا سكان الأرض يعني. إذا we تدل على people، people or ممكن تقول people on earth. طيب الضمير الثاني they في الخط السطر رقم 4، line number 4 هذا. طبعا رقم 4 في ورقة الأسئلة، لكن هنا ليس رقم 4، 1 2 3 4 5. When they are used up they، من هم؟ نقرأ ما قبلها. We are producing too much waste and excessively using the world's natural resources like oil, coal and natural gases. These resources، هذه المصادر، are non-renewable when they are used up. يتكلم على المصادر non-renewable resources، مصادر غير متجددة، non-renewable resources they تعود على المصادر غير متجددة إذا ما قبلها. انتهينا من القطعة وكانت سهلة وفيها سؤال اختياري مثل ما قلنا يمكن حذفه. Part 2 إجباري. Number the following sentences in a logical order. أحيانا في بعض الاختبارات يأتي سؤال كتاب التعبير، وأحيانا يأتي سؤال من هذا النوع، رتب الأحداث ترتيب منطقي. يعطيك مجموعة من الأحداث هنا أو من مجموعة من الأفكار، مطلوب ترتيب منطقي. كي أرتب هذه الأفكار لازم أعرف ما هو الرابط فيما بينها، أقرأها، أترجمها. Put one end of litmus paper into the solution. ضع أحد أطراف ورقة عبار الشمس، litmus، درسناها في أحد الدروس، ارجعوا إلى الفيديوهات. ورقة عبار الشمس litmus paper في المحلول، نضع أحد أطرافها في المحلول. طيب 2 if it turned red the solution is acidic، إذا تحولت إلى اللون الأحمر معنى ذلك أن المحلول هو حمضي. طيب بدأت الأمور تتضح. observe the part that was put in the solution، لاحظ الجزء الذي
تم وضعه في المحلول. طيب to test the acidity of the solutions use litmus paper لاختبار حمضية المحاليل استخدم ورقة عباد الشمس. Take it out immediately خذها بسرعة أو فورا. طيب نلاحظ أن الرابط بين هذه الأشياء أنه يعطينا خطوات قياس حمضية المحاليل. الآن اتضحت الأمور. طيب نبدأ أول شيء، إنه شيء عام للاختبار ناخذ ورقة عباد الشمس. طيب نمبر 2، بعدين نضع أحد الأطراف. أنتم درستوا هذا حتى في المعمل، نضع أحد أطرافها في المحلول، بعدين ناخذها بسرعة، نسحبها بسرعة، بعدين نلاحظ الجزء الذي تم وضعها فيه. آخر شيء نشوف اللون المتكون. إذا تحولت إلى اللون الأحمر، معنى ذلك أن المحلول حمضي. ما عدا ذلك سيكون محلول قلوي. عرفنا الخطوات وعرفنا كيف نرتبها وما هو الرابط فيما بيننا. ممكن اتخاذ هذه الخطوة اتباعها لأي سؤال من هذا النوع، حتى ولو أنت ما درست، لكنك تعرف تترجم الكلمات ستجيب على هذا السؤال بسهولة. طيب part 2، الجزء الثاني من الاختبار، عادة هو يعطيك 6 أسئلة 6 questions، ومطلوب الإجابة على 5 منها فقط. انتبه، هذه كمان اختيارية. إذا أنت متأكد أنك ستجيب على جميع الأسئلة، أجب عليها جميعا، وسيتم حذف سؤال. Number one, choose. طبعا كل سؤال مكون من فقرتين A و B، الأول عليه 5 درجات والثاني درجة ثانية، يعني 7 درجات. طيب put these knives down. طيب choose the word that best complete each sentence. هنا اختر الكلمة التي الكلمة الصحيحة في الجملة، في كل جملة. Put these knives down. We'll cut. ضع هذه السكاكين في الأسفل، ستقطع نفسك. شرحنا درس الضمائر المنعكسة اللي هي myself، بنفسي، بنفسك، بنفسه، بنفسهم، yourself، yourselves، themselves، myself، وهكذا. تمام، أنا أتكلم مع أشخاص أمامي. Put these knives down. يو هنا أشخاص جمع، لأنه السكاكين جمع، إذا سيكون يو ضمير معكس yourselves. لا أحكي عن أنفسنا ولا أحكي عن ناس غائبين، أنا أتكلم على شخص أمامي، أشخاص أمامي. يو yourselves. نمبر 2، هنا خطأ. Stitch in time saves 9. طبعا هذا مثل باللغة الإنجليزية درسته في الدروس العلمية الأخيرة. نحتاج هنا أداة اللي هي a stitch من نوع S، تبدأ بحرف ساكن. A stitch in time saves 9. وهنا الأ هي أداة معرفة وليست نكرة. طبعا هذه الجملة وردت كما هي، مثل كما هو في اللغة الإنجليزية، لا يبدأ بالذا ولا يبدأ بالآن، لأن الإس هنا إس ساكنة، و هو يتحدث عن مثل بشكل عام. Stitch in time saves 9. هذا المثل معناه باللغة العربية أنه مثل ما تقول اضرب الحديد وهو لا يزال ساخنا، بهذا اغتنم الفرصة هكذا. Number 3، take your book off your bag. ويقول أنت أخرج الكتاب. Take out. لا يأتي take مع الفجر إن ولا مع أت. طيب نمبر 4، you have to eat sugar. ننظر إلى كلمة sugar اللي هي معدود غير معدود، count non count، طبعا sugar غير معدود. ولدينا خيارات least fewer less. طبعا هنا كأنه يقول أقل، تناول سكر أقل. least ليست صيغة تفضيل، fewer استخدم لغير المعدود، عفوا للمعدود، fewer people، fewer books، وهكذا. لكن less أقل لغير المعدود، less sugar، less لغير المعدود. Number 5، here is your money.
You lent me yesterday. طبعا نحتاج أداة ربط هنا، ويتحدث عن الفلوس الذي أقرضتك إياها يوم أمس، الذي أقرضتني إياها أو سلفتني إياها يوم أمس. هو استخدم الأشخاص، لا استخدمه مع الفلوس. هو للمفعول به، هنا للعاقل، ولكن هنا أتكلم عن الفلوس. نستخدم which غير العاقل، which الذي أو التي. الجزء الثاني بعد بي، what part of speech are the underlying words؟ يعطيك جمل فيها كلمات تحتها خط، وتحدد أي نوع من أنواع الكلام هذه. طبعا شرحنا درس كامل، ارجعوا للفيديوهات، والذي لديهم الكتاب ارجعوا للكتاب، الملخص تبعنا فيه كل شيء مفصل عن أنواع أو أقسام الكلام. Parts of speech، اسم أو صفة أو ظرف أو فعل إلى آخره. طبعا I، ركزوا على الكلمات، أنا جمعت لكم مجموعة من الكلمات المتكررة عادة في الاختبارات الوزارية. عادة تكون كلمة لها اسم وفعل، تأتي كاسم وكفعل، مثلا هذه I drank cold lemonade. طبعا هنا كلمة cold معناها بارد، هنا صفة لأنه بعدها اسم، ليمون بارد، cold lemonade. Number two, she is in bed with a cold. طبعا a معروف أن من علامات الاسم، لا تأتي a مع الأفعال. قل a book, a pen, a pencil، شيء معدود مفرد a cold. أنا cold هنا معناها إنفلونزا، نعم، أو زكام، لأن هنا اسم. لاحظوا تكررت كلمة cold، أتت هنا صفة وأتت هنا كاسم. Number two، السؤال الثاني part A، make the following sentences passive. حول هذه الجمل إلى المبني للمجهول، passive يعني مبني للمجهول. طيب نحن شرحنا هذا الدرس، درس المبني المجهول مع جميع الأزمنة، ارجعوا له، ارجعوا للفيديوهات في القناة، وارجعوا أيضا للكتاب الذي لديهم الكتاب. نحن قلنا عند تحويل أي جملة إلى مبني المجهول نبدأ بالمفعول به أولا، ثانيا الفعل المساعد على حسب الزمن، ثالثا التصريف الثالث. ممكن نقول باي كذا أو نحذفها، مثلا هنا Someone broke the window glass last night. أين المفعول به؟ وماذا كسر؟ كسر الجلاس، the window glass، هذه كلها فاعل. طيب الجملة في أي زمن؟ broke في الماضي، إذا نحتاج was or were، طالما زجاج واحد، glass واحد، was مفرد. طيب الـ verb 3 of break، broken. احفظوا الأفعال الشاذة، لخصتها لكم أيضا في فيديو كامل وفي الكتاب متوفر أيضا. Last night بقيت الجملة كما هي، إذا the window glass was broken last night. المفعول به فعل مساعد was، لأن الجملة في الماضي. The verb 3 broken، بعدين بقية الجملة. Number 2، the policeman has lost his gun. Has lost هنا، عفوا ما خطأ، has lost. طبعا هنا الكلمة فيها غموض، الجملة فيها غموض، وقال رجل الشرطة فقد مسدسه. طيب هل فقد مسدسه هو أو مسدس رجل آخر؟ هنا السؤال. طبعا هنا إجابتين أو احتمالين جاوبنا عليها كي نغطي الاحتمالين. الاحتمال الأول، إذا قلنا أن شخص آخر فقد مسدسه وأخذه رجل الشرطة، نقول his gun has been lost by the policeman. his gun، هذا اللي هو his gun المفعول به، الجملة بالمضارع التام، استخدمنا has وبعدين been ثابتة مع المضارع التام، ارجعوا للقاعدة. then the verb 3 of lose، lost by كذا كذا، ونذكر اسم الفاعل أو نحذفه. الخيار الثاني، إما يكون المقصود هنا إنه رجل الشرطة فقد مسدسه هو، المفعول به هو الجان، نقول كأننا نقول باللغة العربية فقد المسدس. من اللي فقده؟ رجل الشرطة، لا نريد ذكره هنا. The gun، جملة في المضارع التام، has been ثابتة، وبعدين verb 3 lost. The gun has been lost.
Question 3. The organization pays her $500 a month. طبعا هنا أيضا ممكن الإجابة بطريقتين. نقول هنا أن المنظمة تعطيها $500 بالشهر. إما نقول هي تعطى من اللي يعطي مش عارفين المنظمات شيء المفعول به. هنا الزمن في المضارع نحتاج is أو are، هنا is لأنها مفرد. She is verb 3 of pay paid. ارجعوا لأفعال الشاذة احفظوها. She is paid $500 a month. بقيت الجملة كما هي. أو ممكن نقول يعطى لها $500 بالشهر. $500 هنا are، طبعا جملة بالمضارع are لأنه جمع. Verb 3 paid for her a month. بقيت الجملة كما هي. بننتبه مفعول به، فعل مساعد، verb 3 بعدين by كذا أو نحذفها by. Number 4. You must return the book before Sunday. إذا أتى في الجملة أحد الأفعال الناقصة اللي يسموها المودال فيربس اللي هي كان، كود، شال، شود، مي، مايت، ويل، وود، ماست، هاف تو، هذه كلها أفعال ناقصة. نبدأ بمفعول به. طيب إيش ترجع الكتاب؟ The book. نذكر المودال فيرب الفعل الناقص كما هو ماست، نضيف بعده بي، نضيف التصريف الثالث للفعل الذي بعده. The book must be returned، نضيف إيدي فعل منتظم returned. بقيت الجملة كما هي before Sunday. The book must be returned before Sunday. Must be ثابتة، verb 3 return. هذا سؤال كل سنة يتكرر ومهم جدا، عليه 5 درجات تقريبا أو 4 درجات. هنا بي circle the odd word out in the following، يعطيك مجموعة كلمات فيها كلمة شاذة يسموها the odd word، يعني لا تنتمي إلى هذه المجموعة. إجابة هذا السؤال تعتمد على ترجمة الكلمات، فهم الكلمات. طيب نشوف ما هو الرابط بينها. Number one, physician, math, chemistry, history. لاحظوا أن هذه أسماء مواد دراسية، رياضيات، كيمياء، تاريخ، وهنا طبيب أو physician، شخص متخصص بالعلاج الطبيعي. Physician. طيب ليس مادة من المواد، إذن هذه كلمة شاذة، old word في هذه المجموعة. Number two, harbor, tanker, farmer, sailor. بعد هنا ميناء، ناقلة، وبحار، هذه كلها أشياء متعلقة ببعضها البعض، يعني موجودة في السفينة في البحر. لكن كلمة فارمر مزارع، لا يوجد في البحر لكنه على الأرض على اليابسة، هذه كلمة شاذة لا تنتمي إلى هذه المجموعة. Number three, lens, frequency, diffraction and light. معك العدسات، معك الانكسار الضوء قصده، ومعك الضوء، كلها لها علاقة مرتبطة، العدسة، الانكسار، الضوء، لكن التردد له علاقة بالصوت frequency، كلمة شاذة هنا. إذا ارجعوا، نحن في كل درس نترجم جميع الكلمات الصعبة فيه ونذكر هل هي اسم أو صفة أو ظرف. ارجعوا لي الفيديوهات. السؤال الثالث، question number 3. Part A, put the verb in brackets in the correct forms. ضع الفعل بين القوسين بالشكل الصحيح. طيب S, E, S, I, N, G. إيش من؟ هنا أزمنة وقواعد. شرحنا الأزمنة باللغة الإنجليزية في فصل كامل وفي فيديو كامل طويل، ارجعوا له بالتفصيل الممل جميع الأزمنة وعلاماتها وكل شيء. They each other for many years. طالما قال هنا كلمة for من علامات المضارع التام لعدة سنوات. طيب المضارع التام من ماذا يتكون؟ have or has، وبعدين التصريف الثاني. طيب they جمع، إذا نقول have. Verb 3 of no known. They have known each other for many years. تعرف بعضهم على بعض لعدة سنوات أو قبل عدة سنوات. هنا for تدل على أن الزمن لا زال مرتبط بالحاضر.
حدث بالماضي لكنه مرتبط بالحاضر. علامات المضارع التام for و since، انتبهوا. Number two، my my son going to school in 2020. طبعا إذا الحدث محدد بزمن yesterday last week أو إنه إن كذا كذا، نعرف أنه يحتاج إلى، نعرف أن هذا الزمن في الماضي البسيط. My son started، لكن المضارع التام حدث لا غير مرتبط بزمن، لا نعرف متى حدث، لكن هو محدد معناته ماضي بسيط. Start started. 3، سلوى always a sandwich for lunch. طالما على كلمة always نفهم أن الجملة هي في المضارع البسيط، شيء متكرر روتين يومي. سلوى always eats، طبعا she نضيف s، she eats. واضح بسبب always عرفنا أن الزمن مضارع بسيط. Number four، the teacher had already given the quiz when I the class. طبعا الجملة هذه فيها زمنين، الزمن الأول بالماضي التام had already given مسبقا، والزمن الثاني لازم يكون في الماضي البسيط، لأنه إذا اجتمع فعل الماضي التام، إذا اجتمعت جملة فيها حدثين أحدهما حدث قبل الآخر، الذي حدث أولا يكون بالماضي التام. The teacher had already given the quizzes، المدرس أعطاهم أوراق الاختبار. بعدين أنا دخلت، when I got the class، أنا دخلت خلاص تم توزيع الأوراق. من هنا ماضي تام had already given، الطرف الثاني لازم يكون ماضي بسيط get got. ارجعوا لهذه القاعدة، شرحناها أيضا، زمن المضارع التام والماضي التام. Number five، while the room، هنا room، you do the shopping. شرحنا أيضا في أحد القواعد أنه إذا اجتمع فعلين بحدثين بنفس الوقت، تمام، نقول أنت تفعل كذا وأنا أفعل كذا. while نأتي بعدها عادة زمن مضارع مستمر أو ماضي مستمر أحيانا، لكن هنا كأنه ينصحه ويقول له بينما أنت تعمل كذا أنا سأعمل كذا. while I am tidying up the room you do the shopping، أنا سأنظف الغرفة وأرتب الغرفة وأنت تذهب للتسوق، يعني حدثين بنفس الوقت، مضارع مستمر. while I am tidying up the room you do the homework. طبعا هنا طالما استخدم مضارع، هنا نفهم أن هذا الزمن ليس له علاقة بالماضي البسيط والماضي التام. الجزء الثاني part B، circle the words with the prefixes. شرحنا السوابق واللواحق، ارجعوا لها. prefixes يعني سابقة، تسبق الكلمة. هنا كلمة valuable فيها لاحقة able، بعد اللاحقة بعد، لكن هنا يحتاج البريفكس قبل. unable كلمة un قبل أصل الكلمة able. article ليس فيها شيء. usual أيضا ليس فيها شيء. review re هذه السابقة البريفكس المطلوبة. view أصل الكلمة review. انتبه شرحناها، ارجعوا لها، وما هي علامات البريفكس، وما هي على ما هي الكلمات التي تأتي الدس والمس والأن والأيبل والنس والليس وكلها. السؤال الرابع، fill in the blanks with the words from the box. مصطلحات علمية أو كلمات احفظوها. matter اللي هي المادة، alkalis اللي هو قلويات، acids أحماض، pH هذا مقياس اسمه pH، decibel هذه وحدة قياس الصوت، ورختر مقياس رختر. هذا السؤال أحيانا يتعلق بالتعريفات definitions، جمعت لكم تعريفات في نهاية الوحدات لجميع التعريفات المطلوبة في الكتاب بأكمله، ارجعوا لها. للعلمي والأدبي، وفي أشياء مشتركة طبعا بين العلمي والأدبي. طيب، number one، pH scale is one
that is used to measure the strength of acids and alkalis. مقياس يستخدم لقياس قوة وحمضية قوة الأحماض والقواعد، مقياس من 0 إلى 14 اللي هو يسمى مقياس pH، درسته في درس أحد الدروس العلمية حالة المادة وغيره. Number two, bases that dissolve in water are القواعد التي تذوب في الماء تسمى بالقلويات اللي هي alkalis. درسناها أيضا، تعريف الأسيدز، تعريف الأحماض، وعرف القواعد، كل شيء. Number three, a unit used for measuring the volume of sound. وحدة تستخدم لقياس حجم الصوت، هل هو كبير أو صغير، وحدة تسمى الديسيبل، هذه الوحدة. Number four, matter is any material which is found in our universe. أي مادة توجد في هذا الكون تسمى مادة، ولها 3 حالات مثل ما قلنا، الصلبة والصعيدة والغازية. إذن matter هذا تعريف المادة، matter، ارجعوا له أيضا في الدروس موجود. Number five, a scale that is used to measure the strength of an earthquake. هذا تعريف مهم، تعريف مقياس ريختر. ريختر اللي هو عبارة عن مقياس يستخدم لقياس قوة الزلزال، شرحناه أيضا في الدرس نفسه، وعملنا له ملخص في الأخير من ضمن التعريفات. Part B. Make questions that match the underlined words. هنا يعطيك كلمات، يعطيك جمل فيها كلمات تحتها خط. هذه الكلمات التي تحتها خط مطلوب أنت تقوم بعمل سؤال، وهذا السؤال تكون إجابته هذه الكلمة التي تحتها خط. طيب، The sun is the main source of light. الشمس هي المصدر الأساسي للضوء. شيء تقول ما هو المصدر الأساسي للضوء؟ عشان الجواب يكون الشمس. What is the main source of light? What? The sun. واضح. طيب الجواب Yes, I have a driving license. نعم، عندي رخصة قيادة. السؤال طالما أنت قلت Yes ومطلوب Yes، طيب هل لديك أو لا؟ Do you have a driving license؟ لازم تستخدم Yes, No question. Yes, I have a driving license. طيب السؤال قبل الأخير، السؤال الخامس. Part A. Match the word to its meaning by putting the correct letter in the brackets. طبعا مطلوب توصيل الكلمة ومعناها. شرحنا معاني الكلمات كلها في الدروس كما قلنا. Apart اللي هو يعني شيء متباعد أو يفصل جانبا. Away from each other اللي هو متباعد من بعضهم البعض. انتبهوا، هنا 5 كلمات وهنا 6 أجوبة، يعني لازم تختار بدقة، لأنه واحد منهم تحتاج أن تحذفه. To peak، peak معناها قمة، معناها منقار الدجاجة اللي هو the highest part، عفوا peak with P اللي هو قمة، قمة جبل. The highest part of a mountain، أعلى قمة في الجبل يسمى بي. لكن بيك بالبي وليس بالبي، البي اللي هو منقار الدجاج اللي هو chicken's mouth. 3. نتبه بي and بي. Crust القشرة الأرضية اللي هي the hard rock surface of the earth. الطبقة الصخرية الصلبة من الأرض تسمى القشرة، القشرة الأرضية. 4. To refuse، refuse يعني يرفض، اللي هي to turn down. انتبهوا كلمة أنا أعطيك دعوة، I give you an invitation، ونقول turn down invitation معناته يرفض الدعوة، يعني يرفض بأسلوب مؤدب، يعني turn down ده عذر يعني. Part B من السؤال الخامس، fill in the blanks with the suitable joining words in the box. أعطاك كلمات ربط، أدوات ربط 4، انتبه تختار منها 2 فقط. فرا all my sisters are teachers, I am a doctor. هناك تناقض في الجملة، جميع أخواتي هن معلمات لكن أنا طبيب. نحتاج هنا بينما، where is
نرجع وشرحنا هذه أدوات الربط في أول فصل، أول فصل من الكتاب First Chapter. Whereas all my sisters are teachers, I am a doctor. بينما Number two. مها was tired, she continued to study. هي كانت تعبانة، مها كانت تعبانة لكنها استمرت في الدراسة. هناك تناقض، المفترض she should stop، المفترض أن تتوقف. لكن although، على الرغم من، although مها was tired, she continued to study. طبعا هنا but لا تأتي بداية الجملة بتاتا، هي but. و however تأتي عادة في منتصف الجملة. انتبه. آخر سؤال part A، rewrite the sentences correctly. يعطيك جمل، كل جملة فيها خطأ واحد. There is one mistake in each sentence. انتبه، خطأ بالقواعد وليس بالسبلينج، grammar. Number one، the earlier you leave, the good it is. عندنا قاعدة لتقول the better the greater the pressure, the deeper the water. عفوا، the deeper the water, the greater the pressure. كلما كان الماء أعمى، كلما كان الضغط أكبر. طبعا إذا أتى هنا تفضيل comparative، لازم هنا يكون comparative وليس التصريف الأول. The good better, the earlier you leave, the better it is. هنا the greater the pressure, the deeper. هنا AR، هنا AR لازم. 2. I saw her to squeeze the lemon. شرحنا أفعال الإحساس وقلنا see, smell, hear، يسمع، يرى، يفكر، يشعر، feel، هذه كلها يأتي بعدها فعل آخر بالـ ING وليس بـ to زائد مصدر. I saw her squeezing the lemon. I heard my brother shouting. سمعته يصيح. I feel someone following me. أشعر بشخص يلاحقني. وهكذا، انتبهوا، شرحناها أيضا. Number three. The weather this year is the worst. طبعا هو يتحدث عن الطقس في السنة كاملة، تفضيل مطلق. الصفة bad هي صفة شاذة، bad بين اثنين، worse مطلق، the worst. The worst وليس the worst. مثل good better the best، the best. 4. ياسمين doesn't like going out a lot. طبعا don't like يأتي بعدها to زائد مصدر. He doesn't like to go. She doesn't like to go. طبعا الفعل like أيضا يأتي بعده ing، لكن هنا يبدو أنه يبحثون عن القاعدة الأدق. ياسمين she doesn't like to go. To go ليس doesn't like going، مع أنه doesn't like going أيضا صحيحة. B، آخر سؤال، آخر فقرة، السؤال الثالث. Make compound words. Choose the words from the box. شرحنا ما هي الكلمات المركبة، ارجعوا لها. هي عبارة عن، قلنا عن كلمتين بمعنى مختلف، نجمعهما ينتج عن ذلك كلمة جديدة. مثلا reader كلمة واحدة، keeper كلمة واحدة، paper. انتبهوا، السوابق واللواحق لا تعتبر كلمة مركبة، انتبهوا. طيب maker رقم واحد، سنختار معك من كلمة dress. لا ينفع نقول dress reader ولا dress keeper ولا dress paper ولا dress make، فقط dress maker. dress maker يعني خياط. كلمة dress فستان، maker صانع، صانع فستان يعني خياط، dress maker. كلمة news أخبار، news reader شخص قارئ الأخبار، مذيع، news reader. لا ينفع نقول news keeper ولا news newspaper، ممكن أيضا على فكرة news reader، أو ممكن نقول newspaper أيضا صحيحة، مجلة، لكن لا نقول news maker. انتبه. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الشرح الذي شرحناه، و هذا اسم الكتاب وهذه هي القناة كما قلنا. نشوفكم في شرح درس قادم إن شاء الله. Thank you very much. See you.